الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد على الإسلام، اللهم لك الحمد على الإسلام، ولك الحمد على الإيمان، لك الحمد على الإيمان، لك الحمد على أن بلغتنا صيام شهر رمضان. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد على الإسلام، ولك الحمد على الإيمان. اللهم نحمدك ونشكرك على نعمك العظيمة وآلائك الجثيمة. لا إله إلا أنت ربنا وإلهنا وإله العالمين. اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، بأمرك كن فيكون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وصدقاتنا وبرنا لوالدينا وسائر طاعاتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ما تبقى من الصيام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حب نبيك وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.